بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله يزيد ويبارك عقبالنا يا رب. طب مين يا أخيل؟ أنا عبد الله السواق جديد، فهمي بيه بعت معاه حاجات. اسمه فهمي باشا. طيب فهمي باشا بعت معاه حاجات. تعالى تعالى والنبي. بقول لك إيه، هو ما فيش حمام هنا؟ اسمه الدبليو سي. يا عم مالك بتزق في كده ومتفزلك كده، فين الدبليو سي ده؟ أهو هناك، بس خلص بسرعة وتعالى عشان تطلع معايا الحاجة. طب ربنا يسامحك، فين في أنا حتة أهو قدامك أهو. طيب أهو أهو. اجري الحق نفسك. وايه بقاله سنه ما عملش حمام؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فهمي بيه موجود؟ ايوه في انتظارك جوه، قال لي اول ما تيجي تدخل له على طول. ادخل له على طول؟ اه. يا سوادك يا عبد الله، اكيد البواب قال له ان العربيه اتسرقت. ما اول يوم اشتغل فيه اترفت فيه، اترفت ايه؟ انا هتنفخ. قفشتك يا بنت الحراميه، يعني ما كان فيكي سرقة عربية الراجل جاي تسرق فلوسه كمان؟ انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا مين؟ ده انت واثقة من نفسك قوي، انا السواق اللي سرقت منه العربية. ها؟ هات يا بنت مفتاح العربية بدل ما جبتها في قلبك. هات يا بنت! انا هطلب لك السكيورتي ايفو يرموك من هنا يا حيوان انت. ادي حيوان يا بنت، هات مفتاح العربية يا بنت. ايه اللي بتعمله ده؟ يا باشا دي البنت اللي سرقت منك العربية دلوقتي وكمان جاية تسرق فلوسك. ايه اللي بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ يا باشا انا بقول لك ده مش مجنون بس، ده قليل ادب كمان. ايه حكايته ده يا بابا فهمي؟ بابا؟ ايوه بابا. معلش يا حبيبتي، أكيد في سوء تفاهم. طب أنا هتكل على الله، أنا فهمي باشا. مفتاح العربية مع الهانم والفلوس معدودة وزي الفل. السلام عليكم. قلت لك استنى. هاي ده هانم تبقى بنت مراتي وشركتي هنا في الشركة. ده بقى يا ستي يبقى عارفة السواق بتاع حضرتك. هو قال لك؟ آه قال لي، بس يا ريت بعد كده تبقى تنقي الناس اللي بتشغلهم معاك، تقول لهم يحترموا نفسهم ويعرفوا هما بيتعاملوا مع مين. خلاص يا حبيبتي، اللي ما يعرفك يجهلك. أكيد عبد الله ما يقصدش. أمال لو كان يقصد كان عمل إيه؟ انا هروح مكتبي عن اذن حضرتك. اتفضلي. انت ايه اللي هببته ده يا بني ادم؟ في حد يعمل كده برضو؟ يا باشا انا غصب عني، انا لقيتها سرقت. خلاص خلاص، بس كويس اللي حصل منك ده بيأكد انك بني ادم امين وبتخاف على الناس اللي بتشتغل معاه. شكلك كده من نوع الولف. ولف ده اللي هو اللي بيهوهو الصغار ده. ايوه اللي بيهوهو. ماشي يا باشا انا ولف. اي المهم لما تشوفها بعتذر لها. حاضر يا باشا، بس هتعتذر لها على ايه ولا ايه؟ يعمل بس زي ما بقول لك، هايدي دي قلبها ابيض وهتسامحك على طول. ماشي يا فهمي بيه، الله يسترك يا رب. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. حاجه غريبه قوي. معقوله يا عبد الله كل ده يحصل لك في اول يوم شغل؟ المنحوس منحوس. الحمد لله انها جت على قد كده وما اترفدتش فيها. الحمد لله. قدر ولطف. الحمد لله. الحمد لله. المهم بس انت اعمل زي ما فتحي بيه ده قال لك. فتحي مين؟ اسمه فهمي بيه، هنغلط فيه ده كمان؟ هو فهمي بيه ده، اعمل زي ما قال لك وحاول تلطف شويه مع الست دي. احسن بعدين تستقصدك وتتسبب في قطع عيشك. طب اعمل ايه؟ اعملها ايه طيب؟ يعني يا عبد الله حاول تلطف الدنيا شويه. اجيب لها زياره.